السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبابي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم، حفظكم الله، رعاكم الله، آواكم الله. في هذا الوقت القليل سنأخذ درسا رائعا مشوقا، قصة نبي من أنبياء الله جل وعلا. وأنبياء الله هم أفضل الناس على الإطلاق، سيدنا يونس عليه السلام، والاسم الآخر له وذا النون عليه الصلاة والسلام. سيدنا يونس كان في العراق في منطقة نينوى، فكان قومه يعبدون الأصنام ويبتعدون عن المولى تبارك وتعالى. فما أن جاءته الرسالة وأخذ يدعو الناس إلى عبادة المولى عز وجل، ولكن كسائر الأمم مع أنبيائهم عليه الصلاة والسلام لم يؤمن معه إلا قليل، لم يؤمن معه إلا قليل. فدعاهم فترة طويلة من الزمن، ما يقارب 35 عام وهو يدعو قومه إلى الله، 35 عام لم يؤمن معه إلا القليل القليل. فبعد هذه الفترة سيدنا يونس عليه السلام أراد أن يتركهم ويهجرهم ويذهب إلى قوم عسى أن يستجيبوا له. وقبل أن يخرج حذر قومه وأنذرهم وقال لهم بعد 3 أيام، بعد 3 أيام سينزل عليكم العذاب. وخرج عليه الصلاة والسلام، وفعلا بعد خروجه عليه الصلاة والسلام فإذا بتدابير الكون تختلف، فإذا بالغمام السوداء، فإذا بالدخان، فإذا بالأمور تختلف على أهل هذه المنطقة. فعلموا أن الله جل وعلا يريد أن ينزل بهم عذابا. تذكروا قول نبيهم عليه الصلاة والسلام بعد 3 أيام سينزل عليكم العذاب. في هذه الفترة أخذوا يبحثون عن سيدنا يونس عليه السلام، أين ذهب يونس عليه السلام؟ يريد أن يؤمنوا، يريد أن يؤمنوا لأنهم رأوا العذاب، فلم يجدوه عليه الصلاة والسلام. فذهبوا إلى من كان آمن مع يونس عليه السلام فأرشدهم وبين لهم ماذا يفعلون. فخلعوا لباس الزخرفة والرفاهية وغير ذلك، ولبسوا اللباس المتواضع، وجمعوا رجالهم، نساءهم، أطفالهم، دوابهم أعزكم الله، وأخذوا يتضرعون إلى الله ويدعون الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم هذا البلاء وهذا العذاب. ونحن في هذا الوقت نعطي الحصة في البيت وأنتم تسمعون على الشاشات. ما هو السبب؟ الوباء والبلاء الذي نزل علينا من الله. إيش مطلوب منا يا حبايبي؟ أن نلجأ إلى الله، نستغفر الله، نتوب إلى الله جل وعلا. أنا وأمي وأبوي، إخواني، خواتي، أهل بيتي، نقعد لنا كل يوم 10 دقائق في قراءة آية، صفحة، جزء من كتاب الله جل وعلا، استغفار، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، صلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يرفع الله عنا هذا البلاء. فنسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء. فالله جل وعلا بسبب تضرعهم وبكائهم وإيمانهم بالله تبارك وتعالى رفع عنهم العذاب. العودة إلى سيدنا يونس عليه السلام، أين ذهب؟ ذهب إلى البحر وركب سفينة مع قوم يريد الذهاب إلى مكان ما. وهو في السفينة عندما وصلوا منتصف البحر وكان الجو هادئا لطيفا، فإذا بالأمور تختلف والموازين تنقلب، الرياح شديدة، البحر هاج، اختلفت الأمور. وكان من عادة القبطان إذا ما حدث مثل هذا الحدث فإنهم يلقوا بمن
على هذه السفينة حتى يخف الحمل عليه. فكان هذا الدور بعد أن أجروا قرعة، من سيلقوه من السفينة؟ من الذي سيلقوه من السفينة؟ فكانت القرعة على سيدنا يونس عليه السلام، فعلموا من صلاحه ما علموا، فعملوا قرعة مرة أخرى، فإذا بالقرعة على سيدنا يونس عليه السلام، فعلموا من صلاحه وأخلاقه وأدبه وحسن سيرته، فعملوا القرعة مرة أخرى 3 مرات، والقرعة تأتي على سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه أمر الله. فألقي سيدنا يونس عليه السلام من على السفينة إلى البحر، فما أن ألقى بنفسه فإذا بحوت يفتح فاه، فيلتقم سيدنا يونس عليه السلام، فينزل الحوت بسيدنا يونس عليه السلام إلى قاع البحر. وهنا سيدنا يونس عليه السلام علم نفسه أنه سيموت، أنه انتهى من هذه الحياة، فإذا به بعد فترة يشعر بنفسه أنه على قيد الحياة، يرفع يده، يرفع رأسه، يحرك يديه، رجليه، فعلم أنه على قيد الحياة في هذا الظرف وفي هذا المكان. ماذا كان منه؟ الآن هو في ضيق، هو في شدة، هو في كرب، إيش يعمل؟ فأخذ يسبح المولى جل وعلا، فأخذ يسبح الله تسبيحا كثيرا، حتى أن المخلوقات في البحر سمعت صوته عليه الصلاة والسلام وهو يسبح، فأخذت تسبح مع تسبيحه عليه الصلاة والسلام. فلبث في هذا المكان في بطن الحوت ظلمات فوق بعضها فوق بعض، ظلمة الليل، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمات، 3 ظلمات. آخر ما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما هو الظلم الذي اعترف به سيدنا يونس عليه السلام لله جل وعلا؟ أنه ترك قومه من غير أمر الله، ترك قومه من غير أمر الله، فكانت هذه العاقبة هي تربية لسيدنا يونس عليه السلام، تربية ربانية من الإله جل وعلا. فعندما دعا بهذا الدعاء كان الجواب مباشرة: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين، ليس الأمر خاص بسيدنا يونس عليه السلام، كل من يقع في كرب، في ضيق، في شدة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبح الله جل وعلا. وفي موضع آخر من كتاب الله جل وعلا: ما هو سبب إخراجك يا يونس من بطن الحوت، من هذه الظلمات، من هذا الكرب، من هذا الضيق؟ فلولا أنه كان من المسبحين. كم عنا تسبيح، كم عنا تعظيم، كم عنا تكبير، كم عنا توحيد لله جل وعلا. فلولا أنه كان من المسبحين. والله صلاتك تنفعك، صيامك بنفعك، برك لوالديك بنفعك، كل عمل طاعة تعمله وقت الرخاء سينفعك وقت الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تسبيح يونس عليه السلام كان سبب لإخراجه من الضيق والهم والغم في بطن الحوت. فجاء الأمر من الله جل وعلا بعد أن سبح في بطن الحوت: أن اقذفه يا حوت إلى شاطئ البحر. فقذفه الحوت إلى شاطئ البحر، وهناك أنبت الله عليه شجرة من يقطين، أنبت له شجرة من يقطين يستظل بظلها ويأكل من ثمرها، يأكل مما تخرج. فلبث هو سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت ليلة أو 3 أو 7 أو 40 يوما، الله أعلم بالمدة، لكن نجا بإذن الله جل وعلا
بفضل التسبيح والتحميد وذكر الله جل وعلا وإقامة أوامر الله. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وبعد أن تعافى عليه الصلاة والسلام رجع إلى قومه فإذا بهم جميعا مؤمنين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أكثر من 100,000 واحد، الجميع عامل، قيل 110، 120، 130، 140,000، الله أعلم بالعدد بالضبط، جميعهم آمنوا بالله جل وعلا. فذهب إليهم يونس عليه السلام فوجدهم مؤمنين، فعاشوا عيشة صالحة هنيئة. حفظ الله هذا الوطن، وحفظكم الله، وحفظنا الله، وحفظ الله المسلمين في كل مكان. فما علينا إذا أردنا أن نخرج من الضيق الذي نعيش فيه، سواء ضيق مرض كورونا الذي نعيشه في هذا الزمان، أو ضيق الصدر في القلب، أو ضيق الحياة، أو ضيق النفسي، وكم من ضائقة في هذه الحياة، ما علينا إلا أن نعود إلى الله، أن نلتجئ بالله، أن نتوكل على الله، أن نحتمي بالله جل وعلا بقدر ما تعمل أيها الغالي، أيها الطالب، أيها الحبيب، من صالحات وطاعات في حياتك، فإنك ستجد ثمرة هذه الطاعات في حياتك قبل موتك. فعلينا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.